إنجازات كبيرة حققتها الشرطة المصرية خلال هذا العام، فعلى صعيد مواجهة الجرائم المختلفة وفي مقدمتها الجريمة الجنائية، كان هناك مواجهة حاسمة لتلك الجرائم، ما أدى إلى تراجع معدلات الجريمة بنسبة 13.2%، وأيضا تراجع العمليات الإرهابية نتيجة للضربات الحاسمة التي وجهتها الأجهزة الأمنية للأنشطة الإرهابية المختلفة، وتجفيف منابع التمويل، وكذلك قطع الأذرع الإعلامية التي تقوم بترويج الشائعات والتشكيك في الثوابت الوطنية. بالتوازي مع تلك الإنجازات، بالطبع كان هناك تطوير في المنشآت الشرطية المختلفة والتي أخذت طابعا مختلفا تماما يتواكب مع النهضة الحضارية والعمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد. نرى أقسام الشرطة بشكل حضاري كبير، أيضا الانتقال بالقطاعات الشرطية إلى أماكن أكثر رحابة بعيدا عن التكدس السكاني، وهو ما شاهدناه في الفترة الأخيرة في نقل مديرية أمن القاهرة من مكانها الرئيسي الموجود في باب الخلق إلى مكان جديد تماما على طريق القاهرة السويس، وكذلك الإدارة العامة لمرور القاهرة بنقلها من المقر القديم بالدراسة إلى مقرها الجديد بطريق القاهرة السويس، إضافة أيضا إلى التطوير المستمر في الخدمات الإلكترونية الشرطية المتاحة عبر بوابة وزارة الداخلية على الإنترنت. الجديد أيضا هو إنشاء مركزين للإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وبدر، وهي بديل للسجون العمومية التقليدية والتي ستؤدي إلى إغلاقها تباعا مع توالي إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل لتواكب المعايير الدولية لحقوق الإنسان. هذه هي أبرز التطورات التي حدثت خلال هذا العام، ونحن نعرف أن عيد الشرطة 25 من يناير هو تجسيد لتضحيات رجال الشرطة على مدار سنوات مضت. هذه التضحيات مستمرة حتى هذه اللحظة، خلال العشر سنوات الماضية سقط العديد العشرات من رجال الشرطة شهداء، وتحرص القيادة السياسية على تكريم أسماء هؤلاء الشهداء في المناسبات المختلفة وفي مقدمتها عيد الشرطة. يمكن معنا اليوم تكريم لاسم الشهيد مقدم عبد الرحمن عادل، معنا زوجته سلافة إمام، يعني كلمينا عن معنى التكريم النهاردة. والله تكريم على الجانب الإنساني، رئيس الرئيس بيهتم جدا بالجانب الإنساني، وجينا وتكرمنا بخصوص الشهيد واستشهاده في 6 أكتوبر اللي فات. موقف طبعا كان كبير جدا علينا، بس يعني أكيد مصر تستاهل تضحيات، تستاهل يعني نضحي بيها بنفسنا كلنا عشانها، يعني مصر تستاهل. وسيادة الرئيس بيكرمنا، والوزارة ووزارة الداخلية بتهتم جدا بينا ومقدرة جدا موقفنا، يعني من الجانب الإنساني سيادة الرئيس مهتم بينا يعني جدا، الحمد لله، ومصر تستاهل. يعني ممكن لمحة عن حياة الشهيد ومدى يعني تضحيته في العمل من أجل الوطن؟ هو اتخرج، هو اصلا كان المفروض ان هو كان كليه الهندسه، واول ما جاله ترشيح كليه الشرطه ما ترددش ولا ثانيه، كان عايز يكون امتداد لعمه الشهيد او الفقيد 67 الملازم مظلوم، وكان عايز يضحي هو كمان بنفسه عشان مصر. مصر تستاهل ان احنا نضحي عشانها. دخل الكليه وتخرج وطلع يشتغل في سينا، وقعد فيها خدم فيها 7 سنوات، وكان حابب ان هو يستشهد زي زمايله، وكان عايز يضحي بنفسه عشان مصر، طبعا مصر تستاهل. اشتغل فيها شويه وراح الاسماعيليه، والحمد لله ربنا كتب له الشهاده احسن حاجه في الدنيا طبعا، واستشهد 6 اكتوبر اللي فات ده. يعني الشهداء بالطبع بيسطروا بدمائهم استقرار وامجاد هذا الوطن. عاوزين نتكلم عن مدى الرعايه المقدمه لاسر الشهداء ممثله فيكي وفي ابنه. لا الرعايه بصراحه يعني ممتازه جدا، من اصغر حد لاكبر حد بيهتم بينا. الوزاره بصراحه يعني من اكفأ الوزارات، وسياده الرئيس اختار الناس الصح في المكان الصح زي ما بيقولوا، يعني الناس كلهم من اصغر مجند لاكبر حد، يعني كلهم مهتمين لحد سياده الرئيس طبعا وسياده الوزير، وكلهم مهتمين الحمد لله. يعني وفك النهارده وتكريم من اعلى قياده في الدوله، وهي مهتمه دائما فعلا بدعم اسر الشهداء. اكيد بتهتم وبتفضل مهتميه، والاستمراريه كمان موجوده، ويعني مع ناس قديمه هم مستمرين في الاهتمام، مش بس فترة، لا ده على طول مهتمين ومكملين معانا وفي ظهرنا وفي سندنا طبعا، سيادة الرئيس وسيادة الوزير والوزارة كلها من أصغر حد لأكبر حد مهتمين. يعني رسالتك النهاردة اللي ممكن تقوليها في التكريم النهاردة من داخل أكاديمية الشرطة في عيد الشرطة، اللي هو بالفعل بيجسد معنى تضحيات رجال الشرطة. مصر تستاهل ان احنا كلنا نضحي عشانها. مصر تستاهل كلنا نقف في ايد بعض، واحنا اخترنا صح، اخترنا الرئيس الصح، واخترنا نكون في يعني
في المكان الصح بجد. سيادة الرئيس يعني عامل كل حاجة لينا واختارنا صح فعلا، الحمد لله. شكرا ليكي. يعني هذه هي نماذج من أسر الشهداء التي قدمت أبنائها فداء لهذا الوطن من أجل تحقيق الأمن والاستقرار. تضحيات ممتدة منذ 25 يناير عام 1952، التضحيات مستمرة حتى هذه اللحظة في مواجهة الجريمة الجنائية، في مواجهة الجريمة أو الإرهاب بشتى صوره. وبالتالي هؤلاء الذين يضحون بأرواحهم من أجل الوطن يؤدي إلى استقرار هذا الوطن. أرملة الشهيد مساعد شرطة ثالث عبد المحسن منشاوي. حاجة فتحية طبعا أنا بحييكي، وأنا فخورة جدا الحقيقة أن إحنا مع حضرتك النهاردة. فخورون أكتر يا فند، فخورون بيك وفخورون باحتفالات عيد الشرطة. وبصراحة يعني إحنا لنا الشرف أكتر أن إحنا نتكرم في احتفال الرئيس وكده. الرئيس بصراحة الله يبارك له. بصي الشرطة والداخلية وكلتها ما شاء الله في ظهرنا، احنا على قد ما حزننا على قد ما احنا سعداء ان محدش سايب. حاجة فتحية طبعا ان يكون في يوم خاص للاحتفال بعيد الشرطة علشان نقدم كلنا كمصريين التحية والتقدير لكل شهدائنا، وحضرتك أرملة الشهيد أحد الشهداء اللي قدموا أرواحهم في سبيل مصر وفي سبيل الاستقرار وأمن مصر. طبعا ده بيكون يوم صعب بالنسبة لك، ولكن قد إيه بتشعري بالفخر أنك زوجة لشهيد بطل قدر أنه يحافظ على أمن وأمان الوطن، وأنه الرئيس النهاردة بيكرمك، وده طبعا تكريم لروح الشهيد. والشهيد مساعد شرطة عبد المحسن المنشاوي بصراحة هو يستاهل التكريم، كان بطل وكان يعني في سبيل الله الأول وفي سبيل الشغل. بصراحة الله يرحمهم ويستاهلوا التكريم من الرئيس، والرئيس وبعدين الرئيس ده يعني الله يعينه بصراحة على الشعب وعلينا. بصراحة يعني حاجة مشرفة. ازاي بتشوفي حاجة فتحية انه التكريم ده قد ايه بيعتبر تقدير كبير جدا من القيادة السياسية من سيادة الرئيس ليكو؟ لانه طبعا زي ما قلنا انه دي بتبقى ذكرى صعبة جدا، بس تكريم من السيد الرئيس، وفي نفس الوقت نجاح الشرطة ان هي تقدر تقاوم الارهاب وتقضي على كل العناصر الارهابية، ده متهيألي ان هو بيريحك نفسيا الى حد ما. بصراحة يعني هو شرف لينا كلنا. تكرم الرئيس في يوم عيد الشرطة شرف لنا كلتنا وشرف لمصر بحال. وأنا فخورة أن أنا حرم الشهيد عبد المحسن منشاوي. النجاحات اللي الشرطة دلوقتي بتقدمها شايفاها إزاي حاجة فتحية؟ بصراحة أنا شايفاها يعني حاجة ما شاء الله، يعني حاجة دي ما كانتش موجودة قبل كده ولا كنا بنسمع عنها إلا كل فين وفين. يعني ما شاء الله الشرطة والداخلية حاجة بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك فيهم ويحمي مصر ويحميهم لمصر. أنا بشكرك يا حاجة فتحية وربنا يحميكم، وإن شاء الله يعني بتشرف سيادتكم وبتشرف الرئيس، الشرف لينا والله. ربنا يرحم زوجك إن شاء الله وفي الجنة ونعيمها بإذن الله. أشكرك. شكرا شكرا. نحاول أن نتذكر بعض البطولات وبعض التضحيات. منذ قليل وضع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على قبر الجندي المجهول ليخلد ذكرى الكثيرين الذين ضحوا بأرواحهم والذين فعلوا الكثير من أجل هذا الوطن. مشاهدي الكرام، وأنا داخل هذه القاعة معي الآن سيدة زينب أرملة الشهيد أحمد جابر أحمد نصار. أهلا بحضرتك، ونتذكر أكيد الكثير عنه والتكريم اليوم
حتى في حضور السيد الرئيس. هسألك الأول عن مشاعرك وانت جاي تحضري يوم زي ده. هو فخر ليا ان انا اتكرم النهارده باسم مصر كلها وبتكرم باسم الشهيد بس جابر احمد نصار. باسم الشهيد احمد جابر احمد نصار. ايوه الحقيقه يعني انه انت اكيد حضرتي مع مواقف كثيره واكيد انه كان رجلا يحاول ان يقدم لوطنه والا ما نال هذا القدر وهذه الشهاده. لو حضرتك تحكي لنا جزء يعني لمحة من حياته من المواقف. إيه أحمد كان طالب الشهادة من زمان. يعني أحمد كان دعم أمن مركزي دعم. هو كان قائد كتيبة الدعم أمن مركزي إسماعيلية. هو استشهد سنة كام؟ استشهد 6/10/2021. ده لسه آه جديد. يعني أحمد يعني قال لي لا 3 أشهر بقال لي. فن ربنا يبارك في حضرتك يا فندم. احمد على المستوى الشخصي احمد مش كان يعني بالنسبه ليا زوج، لا كان اخ وكان كل حاجه ليا في الدنيا. احمد مهما او يعني احكي واقول مش هوصف يعني قد ايه احمد كان انسان خلوق، كان كل حاجه يعني. وبعدين اكيد ربنا اصطفاه عنده. هو مش عارفه اقول ايه. اكيد انا يعني انا مش عايز الحقيقه يعني أذهب إلى ناحية الجراح كثيرا، وإن كان الجرح يعني موجود وحضرتك وأهله وعيلته، لكنه في سبيل أولا شهادة لله، ثانيا في سبيل هذا الوطن. يعني حضرتك حاسة بإيه بعد ما استشهد النهاردة؟ حاسة بإيه؟ حاسة إن هو ده شرف ليا إن أنا نلت إن أنا بقيت زوجة الشهيد. يعني ده شرف ليا، شرف كبير قوي ليا. بس يعني عاجبني ان حضرتك بتقولي زوجة الشهيد وليس أرملة الشهيد. انا لسه اللي هو حي. احمد لسه حي، يعني لسه موجود، روحه معانا وفي كل مكان. هو احمد معايا وهيدنه معايا طول حياتي. لا تقولوا لما يقتل في سبيل الله اموات بل احياء. يعني حضرتك تمثيل نعيشه، يعني تمثيل للآية وتحقيق لهذه الآية إنه الشهداء أحياء عند ربهم وفي قلوبنا كمان حياة. أنا بقول للولاد إن بابا مسافر وبابا هيرجع وعايزين يشوفكم إن أنتوا تبقوا كويسين، فهو أكيد هو معنا. ولاد حضرتك قد إيه؟ عندي نورين في جريد 5 وعندي 10 سنين يعني، وعندي علي 2 سنين وكنزي 8 سنين. ربنا يبارك فيهم، وحينما يدركوا جيدا سيعلمون انهم ابناء بطل وابناء شهيد وهيكونوا فخورين قوي. احمد قبل ما يستشهد كان هو بيحبب ابنه في الموضوع ده. انا يعني انا كنت بقول له لا وهو بيقول لي لا علي انا عايزه في كده. هو كان حاسس بانه ممكن يستشهد؟ احمد كان بيضحي بنفسه كل يوم. يعني احمد كان بيضحي بنفسه كل يوم. احمد كل القطاع وكل الدنيا بتشهد ليه. يعني سنظل نعيش ونتذكر، وإن شاء الله هذا التكريم يعني يكون فخر لإسمه ولولاده على مدى الزمن إن شاء الله. أكيد يا فندم أكيد. أشكر حضرتك، والحقيقة أنا يعني أنا أيضا أشعر بكل فخر أنني أتحدث اليوم باسم الشهيد أحمد جابر أحمد نصار. أنا سعيد لأني بتحدث عنك وباسمك وبتحدث عن بطولاتك، وليست فقط بل الكثيرين. نتحدث عن يعني المئات والألاف، نتحدث عن أبناء هذا الوطن. تحية لكل الشهداء وتحية لأرواحهم وتحية لشرطة هذا الوطن في عيدها 70. نتذكر معا شهداء الواجب الوطني، نتذكر معا شهداء رجال الشرطة البواسل. معانا الحاج إبراهيم والد الشهيد أيمن الحاج إبراهيم المجند. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أنا أشكر السيد الوزراء وزير الداخلية وأشكر من حد ابن ما توفى وشعب مصر ومصر كلها حاسس انها واقفة معايا، فأحمد ربنا اللي هو استشهد في سبيل الله وبيقاتل عن وطنه، وأشكر السيد الرئيس اللي هو
برضو مساعد ان هو ما حدش يقتل المسلمين ومش هيسيب الارهاب يموتوا في المسلمين، واشكره شكرا جزيلا. حاج ابراهيم، طبعا انا عارفه ان اليوم ده ممكن يكون يوم صعب لان انت بتفتكر فيه طبعا ابنك اللي استشهد. هو طبعا هو شهيد، يعني هو في الجنه ان شاء الله وباذن الله. لكن عايزه اعرف اليوم ده كان بالنسبه لك انت ازاي عرفت الخبر واستشهد يوم ايه، وايه اللي حصل بالظبط في اليوم ده؟ والله انا اعرف ان هو استشهد في سيناء في بئر العاب يوم 25/3، فهم علموني ان ابنك استشهد في سبيل الله، فقلنا ان لله وانا اليه راجعون، لان مؤمنين وموحدين بالله. واشكر ان هو كان بيقاتل عن وطنه وبيقاتل عن الشعب المصري، واحنا خدامين للشعب المصري بعنينا. واشكر السيد الرئيس على اساس ان هو برضه ما سبناش، ولا مصر ما سبتناش من ساعه ابني ما مات. واشكرهم. ايه اللي كانوا بيقدموه لك بعد ما ابنك استشهد؟ ايه اللي كانت وزاره الداخليه بتقدمه لك بعد ما ابنك استشهد؟ بتقدم لي ان هي بتعمل معايا كل الواجبات، واشكرهم شكرا جزيلا، وحاسس انهم هم حاسين بي زي ابني في ايام وما كان حاسس بي، واحمد ربنا واشكر. النهارده سياده الرئيس دايما يعني بيعتبر ان اليوم ده يوم مهم جدا علشان يقدم كل التحيه وبيكرم كل اسر الشهداء. هيكرمك النهارده ان شاء الله يا حاج ابراهيم. عايزاك توصف لي ازاي اليوم ده بيكون مهم علشان تحس ان انت بتتكرم لان ابنك شهيد، وان هو قدم روحه علشان خاطر هذا الوطن والحفاظ على امن واستقرار الوطن. والله أنا أشكر السيد الرئيس في مقابلتي فيه، وإحنا كلنا فداء له، والحمد لله اللي هو برضه بقى حتى هو في منازل أحسن مننا وياخد بأيدينا إلى الجنة إن شاء الله. لما بتشوف النجاحات اللي الشرطة المصرية دلوقتي بتقوم بيها في سيناء وفي كل الجمهورية يعني، وزي ان هم بيحافظوا على امن وامان مصر في كل مكان زي بالظبط القوات المسلحة بيكافحوا الارهاب وبيقدروا ان هم يحققوا نجاحات كبيرة. عايز اعرف انت لما بتشوف الاخبار دي بتحس بايه يا حاج ابراهيم؟ والله بحس بشعور انه وطن مصر انها بتقاتل علشان تجيب حق كل مجند بيتقتل ظلما، واحمد ربنا اللي مصر بخير والحمد لله. انا بشكرك الحاج ابراهيم والد الشهيد ايمن الحاج ابراهيم، شكرا، وربنا يرحم ابنك يا رب وفي الجنه ان شاء الله، وكل مصر عمرها ما هتنساه ولا هتنسى كل شهدائنا ابدا. شكرا ليك. شكرا جزيلا، وشكرا للرئيس، شكرا جزيلا.